مرحبا بكم في حلقة جديدة من فاست نيوز. إليكم أهم ما ميز هذا الأسبوع. بينما جميع الناس ينشرون مقاطع حول شجرة الكريسماس مع بيجامة دافئة، شموع، مدفأة وهدايا، قرر شون مينديز أن يكون مختلفا تماما، حيث أنه نشر مقطعا جريئا يسبح فيه في نهر متجمد، وكما لو أن هذا لم يكن باردا بدرجة كافية، وكان لا يرتدي سوى سرواله الداخلي. هل تصدقون هذا؟ في الفيديو يقف مينديز وصديقه في الثلج المجاور للنهر المغطى بشكل واضح بصفائح من الجليد السميك. بعد ذلك بدأ بخلع بنطاله وسترته وحذائه وبدأ في جنونه، وصدقوني لقد شعرت ببرد شديد وأنا أشاهده. في خبر آخر، يمتلك رونالدو بالفعل مجموعة سيارات رائعة تشمل بنتلي، فيراري، ويعتقد أيضاً أنه يمتلك إصداراً محدوداً من بوغاري. لكن حبيبته جورجينا رودريغيز فاجأته في مقطع على إنستغرام بسيارة من نوع رولز رويس بقيمة 400,000 دولار بمناسبة عيد الميلاد. فقد أمضى بعض الوقت في المنزل مع عائلته منذ خروج البرتغال من كأس العالم، وقضى فترة ممتعة في عيد الميلاد العام الماضي بعد أن أمضى بعض الوقت بين دبي ومدريد. لقد مر رونالدو بعام صعب على أرض الملعب، حيث أنهى فريقه مانشستر يونايتد الموسم الماضي بلا ألقاب، وكان لديه رغبة في الرحيل معظم الصيف. في وقت لاحق في نهائيات كأس العالم تم استبعاده من أول 11 مباراة في مباريات خروج المغلوب ضد سويسرا والمغرب التي خسرت فيها البرتغال. كان رونالدو يبتسم طوال الوقت وكان سعيدا بالخيط الأحمر الذي كان يلف هديته، ثم ظهر وهو يجلس في المقعد الأمامي مع بقية أفراد عائلته. وفي خبر آخر ودائما عن كريستيانو، وصل كريستيانو رفقة عائلته والوفد المرافق له إلى العاصمة السعودية الرياض مساء يوم الاثنين للالتحاق بنادي النصر الذي انضم إليه مؤخرا. وصل إلى مطار الملك خالد الدولي مع عائلته الصغيرة. يذكر أن رونالدو وقع عقدا مع النصر لمدة موسمين حتى عام 2025، ومن المقرر أن يرتدي القميص رقم 7 مع الفريق. شكرا لكم.